ويقول هذا، يقول حفظكم الله، ذكرتم في درس سابق أن مشاهدة أعمال السحرة في التلفاز أو غيره لا تجوز، ولكن حفظك الله، يقول عندما نسافر أحيانا إلى بعض البلاد يكون هناك سحرة في الشوارع يعرضون أعمالهم ويطلبون من الحاضرين أن يتقدم أحدهم لتطبق عليه أعمال السحر، فأقوم أنا فأتقدم قاصدا إبطال سحرهم، فأقرأ أورادي فيبطل سحرهم. يقول فأقرأ أورادي الشرعية فيبطل سحرهم، فهل فعلي هذا جائز؟ إذا كان كما تقول أنه إذا تقدمت وقرأت القرآن يبطل سحره، هذا طيب، هذا طيب، نعم، هذا رد له، نعم.